ليكي بسلام الله عليكم فارس اوتوس كان تجور يحييكم دائما وابدا مرحبا بكم. اي معلومه تجور نحب نشاركها معكم وتدلوا على خير كيف عليه. جيسبر كو فوزالي بيان. جاتنا هذا الكادي 2019 قال لك صاحب السياره راهو كومبريسور تاعك الماتيزور تاعي راهو ماشي ديمان مع افتتاح موسم الصيف باذن الله. ليكيب نشارككم معلومه باذن الله تعالى تري زامبورتون. صاحب السياره قال لك انه الكليماتيزر تاعي ما يديماريش، مع العلم ان السياره 2019 نشوفوا هنا الحاله تاع الكومبريسور انه صايها كولها، هذا الكومبريسور خلاص عظم الله اجركم. ونقول لك من اهم الاسباب اللي يخلي الكومبريسور تاعك يكولي ما ديماريش في الشتاء من العام للعام به ديماري، هذا السبب الاول انه الكومبريسور تاعك راه يروح من الصيف للصيف به ديماري، تجي تشعلو تلقاه ما يمشيش، هذه الكال الاولى. الكاد دوزيام انك ما ديرش فيدونج للكومبريسور تاعك، كاينين ناس راهم عندهم تساؤلات كبيره حول الفيدونج تاع الكومبريسور. الكومبريسور خويا يندير له فيدونج ثلاث سنين ماكسيموم عامين حسب ليتيليزاسيون تاعك تاع الكومبريسور لازمك ديرو فيدونج. هذا مون فرير صاحب السياره راهو قدامنا، هذا ما لقيناش فيه الزيت مره، الكومبريسور تاعك القديم ما فيهش الزيت قطره ما فيهش، دونك يكولي. هذا هاو جديد، علاه اخويا صاحب السيارة هاو خسر كومبريسور شحال شريتو؟ 5 ملايين و200، يجري كومبريسور بخمس ملايين و200، وهي اخويا كلش راهو بيدك، خويا في الشتا شعل الكليماتيزور تاعك لشتا خويا دو فوا بار موا، زوج خطرات في الشهر، شعل الكليماتيزور تاعك خليه يدور زمان اخويا ويعاود طفي، يعيش الكومبريسور افي. يقول لك ناس اخويا تاع الفورسواغن ويكولي ليه وماهوش يصادق، بصح اخويا تاع اي سي في الشهر شعلو زوج خطرات يجيب لك اخويا تكون ديري تفي تاعو كبيره بزاف. شرا كومبريسور صاحب السياره دوك راح تولو، هذا صاحب السياره مسكين راح تروح له خساره كبيره، كومبريسور نيطواياج سيركوي شارج تاع غاز جديده، وهو مسكين الغالب هو شراها هك قال لك شريت اخويا كليماتيزر ما يمشيش. صح اخويا نمدو نصائح لوجه الله، كليماتيزر خويا لازم يتعاود له فيدونج، تشعلو زوج خطرات في الشهر في الشتاء، صيفك باين تيتيليزي اجور. وان شاء الله كونوا فدناكم مليكين في هذا الفيديو، وبارك الله فيكم على حسن المتابعه والاصغاء. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، وان شاء الله ما نفبخ لكمش لا بروشان فوا، راح ندير لكم دي فيديو بربي ان شاء الله سبيسيالمون على جال الكليماتيزر.